جيت نفكركم بالتخفيضات ديال شهر 8 بالنسبة لصابونة الودعة. يلا باقي هاد الكونتيتي صغيرة في ستوك، تاهي راها في لا بروموسيون. بالنسبة لي صابون حليب الماعز، باقي لنا هاد الحبات في ستوك ديال الويفيرا، يلا باقي هادو خمسة هما اللي باقيين، اللهم بارك. باقي هادو ديال الزعفران، باقي لنا هاد ستة الحبات. الكبريت باقي ربعة الحبات هما اللي باقيين، وديال القهوة غوماج وصابون في نفس الوقت باقيين هاد الحبات هادو. بالنسبة لكريمة الودعة تا هو ما بقاش بزاف، يلا بقاو لنا هاد الحبيبات هادو، راهم فيهم بون بروموسيون حتى هما ولي ماسك ديالها، لي ماسك ديال الودعة. بالنسبة للشامبوان ديال الغسول، هذا شامبوان في نفس الوقت جيل دوش، يلا بقاو هاد الحبيبات هادو هما اللي باقيين، فيهم بون بروموسيون، فيهم واحد الثمن اللي زوين بزاف، راهم متوفرين في المحال اللي لحقت عليهم. مرحبا بالصحة والراحة. بالنسبة للزيوت حتى هما مبقاوش بزاف في ستوك، هادو ديال أرغان باقي خمسة ديال الحبات، ديال لوبان الذكر حتى هو باقي خمسة الحبات، الجليسيرين حتى هو باقي غير خمسة، هما اللي باقيين، فيهم واحد الثمن اللي زوين بزاف. وحتى هادو اللي راهم دايرين 13 درهم فقط، مبقاوش بزاف، ديال الكوك، هذا ديال الخروع، ديال اللوز الحلو، ديال السعد الحلبة، كاملين ما بقاوش بزاف. حتى الورد راه ما بقاش، بذور العنب بقات غير جوج الحبيبات هما اللي باقيين، هادو راهم بروموسيون دايرين 13 درهم فقط. سارعوا قبل ما يكمل ستوك باش حتى نتوما تستافدوا في هذا الصيف هذا وفي هذا شهر 8 ان شاء الله تستافدوا معنا بالتخفيض. بالنسبه للماء الورد المقطر حتى هو راه ما بقاش بزاف، يلا بقات هاد الكونتيتي الصغيره في البوتاي الكبيره، هذه ديال الزاج، امبالاج ديال الزاج، ها نتوما تشوفوا باقي غير هاد الحبيبات هادو، وراه كاينه حتى الزاج ديال البلاستيك حتى هو ما بقاش بزاف، راهم فيهم واحد الثمن اللي زوين. مرحبا بكم. بالنسبه للبنات اللي كيسولوني على شنو عندنا في النيله، بالنسبه للنيله راه عندنا القماش ديالها اللي هو هذا، وعندنا صابون البلدي حتى هو ديال النيله هو هذا، حتى هما فيهم لا بروموسيون، وكاينه لا بودر. بالنسبه لا بودر راه فيها بون بروموسيون، هذه راها الاصليه دايره فقط ب 10 دراهم عوض 20 درهم، راه فيها تخفيض زوين بزاف. وحتى القماش والصابون صابون نوار راه فيها لا بروموسيون حتى هي زوين. مرحبا بكم. وبالنسبه للعشاق ديال الاركان، بالنسبه للاكام ديال الاركان ما بقاش فيها بزاف لا كونتيتي، ها نتوما تشوفوا اللهم بارك، هادشي اللي باقي لينا. بالنسبه للشامبوان باقي هادشي هذا، لي ماسك كريم ديال الشعر للترطيب باقيين غير شي حبيبات حتى هما اللهم بارك، السيروم ديال الشعر ديال الاركان حتى هو راه باقي شويه، ولي كريم حتى هما، ولي كوماش. بالنسبه لهادو كاملين فيهم لا بروموسيون زوينه، اي ارتيكل فيهم فقط ب 40 درهم فقط. سارعوا لان شهر 8 غيسالي وكل شيء غيرجع للثمن ديالو الاصلي. مرحبا بكم. جيت نهضر لكم على هذه القضيه، هذه بالنسبه للتعاونيه ديالنا، عندنا البيع بالجمله والتقسيط، يعني التقسيط اللي كتاخذ الاستعمال الشخصي ديالها، والجمله اللي كتدي بالجمله وكتعاود البيع، يعني كتدي باقل ثمن بالثمن تاع الجمله، وبطبيعه الحال غادي يكونوا فيها الارباح، غادي نخليو لها الارباح اللي كتربحهم، يعني غتبيع وتربح فيهم ان شاء الله يا ربي، الله يسهل على الجميع ان شاء الله. بالنسبه للقضيه اللي بغيت نشرح لكم، هو حنايا راه كنتعاملوا مع الجميع وكنسهلوا القضيه على البنات كاملين. كيفاش كنسهلوها؟ هو اننا ماشي ضروري الجمله كتكون بواحد لا كونتيتي اللي كثيره، كاين اللي كيقول لك ابتداء من 50، كاين اللي كيقول لك ابتداء من 100 حبه في كل خدوي، لا العكس، حنايا كنبداو الجمله ابتداء من 10، يعني 10 من كل حاجه كتديها وكتعاودي فيها البيع، والله يسهل الامور ان شاء الله. وحنايا كنتمنوا لكم غير التوفيق. وبالنسبه للموقع ديالنا حنا فين كاينين؟ حنا كاينين في مدينه وجده، ولكن كنديروا الارسال الى جميع المدن المغربيه، وكنديروا حتى خارج المغرب، يعني الارسال عندنا بارتو، عندنا في المغرب وعندنا على برا، فين ما كنتو كتوصلكم لا كوموند ديالكم، سواء بالتقسيط سواء بالكرو اللي بغيتوها. مرحبا بكم والف مرحبا.
بالنسبة للبلوش أو المورد الشفاه والخدود اللي كيكون بالعكر الفاسي طبيعي، فيه الفيتامين او على حسب التغذية، فيه الاس بي اف على حسب الشمس. قدرنا نوفر لكم هاد لا كونتيتي هادي، وحتى هي درنا فيها لا بروموسيون، نفس لا بروموسيون اللي كانت في الاول، فقط ب 30 درهم عوض 40 درهم. هذه هي لا كونتيتي اللي راها كاينه. مرحبا بكم والف مرحبا. وفيها حتى الصغيره ديالها، بالنسبه للصغيره ديالها دايره 25 درهم، راهم متوفرين في المحل. مرحبا بكم. بالنسبه لا بروموسيون ديال السيروم حتى هي راها باقيه، كاين هذا ديال الهنديه ديال التين الشوكي. وبالنسبه للسيروم تلوبان الذكر اللي كانت سالا لينا، راح نرجعنا درنا لكم ستوك جديد، هو هذا، وحتى هو دخلنا في البروموسيون هذا ديال لوبان الذكر. وبالنسبه للخلطه ديال الشعر، هذه تشقيقه الشعر اللي كتكون بعشرات الزيوت وعشرات الاعشاب، راها متوفره حتى هي، باقي شي حاجه في ستوك. وفيها واحد لا بروموسيون اللي خطيره جدا، هذه ب 45 درهم عوض 70 درهم، وعندها نتيجة زوينة بزاف. هذه على حسب تساقط الشعر، ملء الفراغات، الشعر اللي كيطيح، اللي كيمحروق، اللي كيتقصف، يعني جميع انواع المشاكل الشعر كتعالجهم هاد التشقيقة هذه. وكما قلت لكم فيها واحد التخفيض اللي زوين بزاف، هذه راها بالاعشاب. وكاينه هذه اللي مصفيه، هانتوما تشوفوا هذه ما بقاوش فيها الاعشاب، صفيناها على حسب البنات اللي ما كيبغيوش هذا. وكاين هاد، هذه راه خطيره جدا، وحتى الثمن راه فيها، يا سلام. وما ننساش نبارطاجي معكم طومبولا. بالنسبه للطومبولا هانتوما تشوفوا، هذه هما المشاركات اللي راهم مشاركين حاليا. بالنسبه للطومبولا اللي باقي ما عارفينهاش، اللي تقدات من 300 درهم الفوق كتشارك في الطومبولا، والجائزه كتكون قسيمه شراء القيمه ديالها 300 درهم، كتاخذيها من المحل، تختاري اي حاجه بغيتي حتى كتوصل 300 درهم. بالنسبه للسحب غادي يكون في الاخر ديال الشهر من يكمل لا بروموسيون ان شاء الله. وبالنسبه للمرطب الشفاه اللي بالعكر الفاسي، هانتوما كتشوفوا باقي لنا هاد الحبات هادو في ستوك، هما اللي راهم باقيين. لا بروموسيون ديالهم فقط ب 13 درهم عوض 20 درهم، وراها كبيره البواطه، تقدر توصل لكم حتى العام. هذه كتهيد غاطي الشفايف ديالكم لا ليف، وفي نفس الوقت كتعطيها واحد لا كولور اللي طبيعي زوين،